صباح الخير ومساء الخير، وأيامكم إن شاء الله كلها خير وصحة وعافية وستر من رب العالمين. واللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فقرة كلش بسيطة بس صدقوا كلش مهمة وتفرق. اللبن، احنا هواي نحب ناكل اللبن او الزبادي، ناكله بعد الغداء، ناكله بالعشاء، هواي ناس تحب بالعشاء يعني بالليل تاكل فد طاسه من الزبادي واللي وياها مثلا خيار او وياها بعض الاشياء او حتى بس الزبادي. اكو اكثر من نقطه بهذا الموضوع. اولا رجاء رجاء دائما يكون الزبادي او اللبن كامل الدسم، لا نستخدم اي زبادي او لبن قليل الدسم او من هذه الانواع، ابدا مو زين. مجرد ناخذ الماده النشويه اللي موجوده بالزبادي او اللبن فراح ناخذه كامل الدسم، خصوصا احنا اللي اعمارنا كبيره. طبعا للاطفال ضروري جدا كامل الدسم، للشباب ضروري جدا كامل الدسم، واحنا الكبار ايضا كلش مهم ان كامل الدسم، لانه هي هاي نسبه الدسم اللي ممكن تكون طبيعية وجيدة ومفيدة وبها فيتامينات ومعادن تفيد جسمنا ويذوب بها الفيتامينات والمعادن، مثلا فيتامين دي 3. أتمنى إذا تسوون بالبيت لبن من حليب جاموس أنتوا تعرفوه، هذا كل الزين، هذا كل الزين. أنا حقيقة ما مسوي، أنا مشتريته، بس هذا مثل ما تشوفوه هذا لبن، حليب لبن من حليب جاموس اللي هو لبن أبو غريب عندنا إحنا بالعراق، وهذا نوعية جيدة جدا لحد الآن وأني أستخدمه. اللبن إحنا نستخدمه هواية، ولذلك راح نوظفه، نحط به بعض المواد المهمة جدا المفيدة للصغار وللكبار، وإن إحنا الكبار بالسن، وما تأثر على الطعم هواية، بس مجرد إنه إحنا نعتاد عليه. أولا ممكن إنه نأخذ أي كمية نريدها إحنا من اللبن، الطاس بالحاوية أو الطاسة اللي نريدها. خلنا نفترض إنه إحنا الآن راح نأخذ 2 3 حتى نحسب الكميات اللي بيها، 4 5. الآن أخذنا 5 ملاعق من اللبن، إيش راح نسوي لهاي 5 ملاعق من اللبن؟ إيش راح نحط لها؟ أولا البذور اللي راح نستخدمها هي أولا بذور الشيا، اللي هي شنية، اللي هي البلنجو بالعراقي. بذور الشيا غنية بالمغنيسيوم، وهذا فد موضوع كلش مهم، تساعد على يعني تقضي على الإمساك وتساعد على سهولة الإخراج، وهذا الموضوع كلش مهم. أكو هواية أطفال عندهم هيك مشاكل من أطفالنا، ومهم جدا للكبار بالسن، لأن دائما تصير عندهم مشاكل الأمعاء والقولون والإمساك. فلو أخذنا من هذا ملعقة أكبر من الشاي، خلينا نقول ملعقة كوب مسح، أو هاي الملعقة اللي نستخدمها مو أكثر من هذا، زين. فناخذ من هذا ملعقة واحدة فوق هاي 5 أكواب. المادة الثانية اللي هي وصى بها رسول الله اللي هي الحبة السوداء أو حبة البركة، همين أخذ من عندها ملعقة واحدة. احنا نسوي كميات، بعدين نغير بالكميات، نزيد وننقص حسب احنا مذاقنا او حسب ما يعجبنا او حسب ما نحتاج. البذور الثالثة هي بذور الكتان. بذور الكتان مضادة للالتهابات، العفو، بذور الكتان بيها مواد مضادة للالتهابات مثل الأوميجا 3، وبنفس الوقت بيها الأوميجا 6 اللي هو يشجع على الالتهاب بالجسم إذا أكو التهاب بالجسم، لذلك نفضل أنه ما نستخدمها بكثرة. فرح نأخذ ملعقة واحدة، راح تقولوا لي هنا كم أخذنا ملعقة؟ راح نشوف بعدين شو راح نغير. المادة الرابعة اللي أتمناكم تستخدموها وتعتمدوها، واللي هي مادة كلش مهمة وبسيطة وطبيعية وما تكلفنا، اللي هي الخميرة، الخمرة، الخمرة اللي نستخدمها بالعجين. الخمرة مادة غنية بمركبات البي، البي 12 والبي 1، هذه البي احنا كلش هواية نحتاجها، وهواية من عندنا ياخذوا أبار، ياخذوا حبوب، واللي هي مواد مو طبيعية، بينما المادة اللي موجود بالخميرة هي مادة طبيعية، إضافة إلى البكتيريا الطبيعية اللي تتولد بالخميرة لما تتفعل، حاليا هي مو حية بس تتفعل لما احنا نستخدم الخميرة. فأخذ من الخميرة، أحتاج يوميا أخذ من الخميرة حتى أغذي نفسي بالفيتامين بي. الكبار والسن 40 و50 و60 و70 يحتاجون البي هواية للأعصاب والهواية بالجسم. فايش قد راح ناخذ من عندها؟ راح ناخذ من عندها 1
وراح ناخذ من عندها 2. اوكي هذه صارت عندنا 4 انواع من البذور. حتى ناخذ هذا اللبن ويصير بمعادن جيده ويصير طعمه مو فاهي او طعمه مقبول، راح نحط له ملح الهملايا، فد مقدار ملح الهملايا اللي احنا نشوفه مناسب بالنسبه لنا حسب ما احنا نحتاج. وراح نخلط هذه الحبوب ويا اللبن. طبعا نحب ناخذ هيك سميك، ممكن نحب نحط له قليل من المي حتى يصير يعني اخف، همينه ماكو مشكله. اتمنى عليكم همينه شغله تطبخ انه ناخذ نعناع، هذا وكس النعناع، ناخذ فد مقدار من اوراق النعناع ونثرمها وياه حتى يصير اولا طعم النعناع هو الطعم الاعلى، ولو هذه ما بيها طعم ياثر بس حتى لن نحس بيها. الفقره الثانيه انه النعناع بمواد كلش مفيده ومهدئ للاعصاب، فممكن انه طبعا انا راح اقطع هنا ببساطه، بس احنا ممكن انه نثرمه بشكل ناعم او انه حتى على السريع تشوفون، يعني ترى انا اذا اشرح ويا الحكي ويا الشرح وما طولت غير دقائق، ممكن نحط كميه من النعناع مباشره ويا اللبن، فهذا الزيت مال النعناع راح يصير باللبن. هاي الكميه نحطها ويا الافطار، هسه احنا برمضان ورمضان كريم عليكم الله يوفقكم به، نحطها ويا الافطار مثل ما ناكل لبن. كنا ناكل اللبن، الان راح ناكل لبن بمواد كلش مفيده. طبعا ان شاء الله تسووه قبل الفطور بنص ساعه، ساعه يفضل ساعه بالاقل، على مود بذور الشيا اللي هي بذور البلنجو تشرب من مي اللبن. واذا تحبوا طبعا انتم تشوفون هاي السمكه مالته، اللي يحب يسوي شويه اخف ممكن يعطي شويه مي، وهذا طبعا بعد افضل لانه المي راح تشربه بذور الشيا اللي هي بذور البرنجو. فمثل ما تشوفون طبعا انا حطيت كميه من النعناع قليله، انتم ممكن تزيدوها بالكميه اللي انتم تعجبكم. هذه كاسة لبن عادية ممكن نحطها على ميز الإفطار أو ميز نوية الغداء أو غيرها، راح نحس بطعم اللبن، لا طعم النعناع، بس بنفس الوقت احنا راح نكون اخذنا هاي البذور المفيدة من عندها. اي واحد من اطفالنا او احنا الكبار حتى لو اخذ ملعقة واحدة وحطها في صحنة وبدأ ياكل بها، فهي جدا مفيدة طالما انه دا نستخدمها بشكل يومي، تنقل لنا اللبن الطبيعي الزبادي الطبيعي اليوغرت، وهذا هنا لما مكتوب عندكم تشوفون لبن زبادي يوغرت، ثلاثة المكتوبات، بس فول فات يعني كامل الدسم، تنقل لنا هذا اللبن المفيد من مفيد الى ممتاز جدا، وهذه تمثل في معادن وفي مواد غذائيه كلش مفيده. هذه من الفقرات اللي اتمناكم انه تسووها، واذا عندكم اي استفسار عليها تستخدموها. بالمناسبه انا ما عندي هذه البذور متوفرة عندي، اللي عنده بعد بذور أو يحب يحطها، يعني أنا مرات أكون أحط أنواع أخرى من البذور اللي يعجبني أيضا أستخدمها، وإن شاء الله في مرات قادمة راح أسوي لكم نفس هذا اللبن لكن ببذور أنواع أخرى. ممكن أنه ننوع بهاي البذور حسب اللي نحبها، يعني أنا أحب نوع، زوجي يحب نوع، ابني يحب نوع، بنتي تحب نوع، زوجة ابني تحب نوع، الوالدة تحب نوع، فنسوي فد مقدار صغير لكل واحد على الأنواع اللي يحبها ونبدل كل فترة. هنا أنا مثل ما شفتوا حطيت ملعقة من هذه، ممكن أنه أزيد وأنقص حسب المواد اللي تعجبني أكثر، شرط أنه بذور الكتان ما نزيد منها، نحط كمية قليلة، ويفضل مو دائما همينا نحطها، هي قوية مفيدة للمناعة، لكن وجود الأوميجا 6 بيها يخليها منشط للالتهابات إذا أكو التهاب بسيط. ممكن أنه نزيد من بذور الحبة السوداء اللي هي حبة البركة واللي وصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين، وهي مفيدة، الخميرة. إن شاء الله سووها وفعلا سووها وتستفادون من عدها وتحسون بالفرق إذا استمريتوا عليها 5 أيام أسبوع شهر وهكذا. وصحة وعافية وأشوفكم دائما بخير. أهم شيء استخدموها هسه برمضان قبل ما يخلص، لأن راح تفيدكم هاي البذور بأنه تحرك الأمعاء وتخلصكم من الإمساك. صحة وعافية ورمضان كريم عليكم دائما. صحيح أنا ما قلت لكم بس
متوقع أن أنتم تعرفون. لا تنسوني باللايك، وأي تعليق تحبون تكتبوه، أي سؤال عندكم كتبوا لي، ولا تنسوني الاشتراك، ونشروا هذه الفيديوهات بين أقاربكم وأصدقائكم والناس الكبار بالسن واللي تقعدون وياهم، واستخدموها لأطفالكم وأبنائكم، ونصحوا بها أبنائكم وزوجات أبنائكم وبناتكم، لأنه هي فقرات بسيطة وغير مكلفة وسريعة، لكنها مفيدة جدا جدا. مع ألف سلامة.